تسونامي مدمر يضرب السواحل اليابانية في آذار/ مارس 2011، وموجة ساحقة تحمل كل شيء في طريقها. التسونامي غمر ودمر كل شيء في طريقه، ونتجت عنه كمية لا تصدق من الحطام، وهذا هو الخطر الحقيقي عندما تضرب موجة شخصاً ما. ولا تمر سوى دقيقتين أو ثلاث بين اللحظة التي يدق خلالها ناقوس الخطر، ولحظة وصول الموجة، ما لا يكفي للالتحاق بالملاجئ. مشكلة ربما عثر مهندسو الطيران في شركة سياتل لها على حل يتمثل في كبسولة نجاة مستقبلية. في معظم الوقت سترتد الأشياء الحادة أو كل الأشياء الأخرى التي ستدخل في اصطدام مع الكبسولة. إذا هذا الشكل الكروي يساعد على تغيير اتجاه الحطام، ونأمل في أن تكون هذه الكبسولة وسيلة آمنة للنجاة من التسونامي في المستقبل. وإن كانت الكبسولة ذات المقعدين متوفرة بالفعل، فالشركة الأمريكية تعمل على نماذج أخرى يمكنها استيعاب ما يصل إلى عشرة أشخاص، ولكن حتى ولو خضعت النماذج لاختبارات إحكام عدة، فإنها لم تثبت فعاليتها بعد في موقف حقيقي، رهان يمكن أن يكون محفوفاً بالمخاطر للمستخدمين. لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث بنسبة 100% قبل أن تخضع لمعمودية النار في الوضع الحقيقي. وفقا لبعض الخبراء يمكن أن يفقد أكثر من 300 ألف شخص حياتهم في حال حدوث زلزال وتسونامي قبالة سواحل طوكيو ولكن على كلا الجانبين من المحيط الهادئ يأمل الجميع في أن لا تكون هناك حاجة لإثبات فعالية كبسولات النجاة هذه